ما راكم تشوفوا خوار؟ انا مع شروق الشمس ما شاء الله، لا قوة الا بالله، متعة متعة للناظرين. الله المستعان. خوار من عند بعضنا. السلام عليكم خوتي، بالنظر رائع هذاك نبداو به ان شاء الله الفيديو تاعنا. هذه خرجة خوتي تاع الجمعة 11 جوان 2021. درنا خرجة في عكاشة في شطايبي، كما راكم تشوفوا، كما حكينا في المباشرة ذاك، يعني البحر كان طابلة طايح بالبزاف. هذه اللي راكم تشوفوا كانت بعض اللقطات اللي متفرقة، لكن أنا حبيت أن تكون هي البداية، لأنه هذه ما كانتش يعني بداية تاع الصيد تاعنا، ولكن حببت أن تكون هي البداية، بما أنه كانت يعني الطريقة اللي فيها طريقة مبسطة وسهلة جدا اللي نستعملوها عادة كي ندخلوا للصيد، وين يكونوا اللي في كودير المونطي، نلجأ للتخفي وراء الصخور باش نسدوا على الأسماك. عادة نستعملوا الصخور اللي تكون من جهة التيارات، لأنه الأسماك عادة تكون خلفها في الجهة اللي تكون كالم خلاص. وبما أنه البحر كان كالم يعني البارح، كان يعني معتدل، ما تقدر تصور قد ما السما كانت كي تجي منا كي تجي مني، ولكن أنا لا نخيرت أني نكون في المكان لي ما يكونش فيه تجمعات الاسماك. هذه اللي انا خوا توكن على ربي، كان شويه نقص تاع السمك خاصه يعني في الشواطئ، لذلك تحتمت علينا باش نزيد من بعد نروح لوحدي فيك هكا في الارض، وسدنا بعدنا عليهم وراهم بالبزاف. كما راكم تشوفوا لهنا كاين عندي ثقل تاع السينيال واستعملته، يعاون ما شاء الله، خاصه انه في كما نقولوا الانسان ينقص البلون تاعو، ينقص ديما تاع حزام ثقل ينقص منه باش يلقى كما نقولوا طفويه موجبه من بعد كي يعود في الصعود. استعملته نهبط من بعد نحطو نهبط. لا انا خوابط كانت بريزونس شويه ناقصه. جي ريماركي كيلكو صار في لا ريموندي، درك نشوفو مع بعضنا. لا انا كي شفت كانت كاسبانيول كما راكم تشوفوا فيها هذه الاسماك الصغيره، هذه كانت ساعة ساعة وتصرى فيها انفجارات هكا راكم تشوفوا. انا قلت كش كاين بريداتور ولا ابارامون كان كاين، صح؟ ومن بعد ان شاء الله نشوفوا مع بعضنا. قلت لكم دوك نعاود ندور من على اليمين، كانوا الفوق كانت كاينه كونسونطراسيون تاع صار، دوك نطلع لها من تحت. هذه يقولوا لها لا شاس على ريموندي، الصيد صعودا. هي تقنية يعني خاوتي جد جد فعالة، خاصة في نوع الأسماك هذو، خاصة منهم الصار، أنه الرؤية تكون منعدمة، تقدروا تقولوا شبه منعدمة ليه باش يشوف الصياد. التير كان بعيد جدا، وبهذه نطرقوا بربي إن شاء الله للمطاط. المطاط هاكم تشوفوا التير كان لواندا، وكان من زاوية جد مغلقة، ثم كانت سمكة بالطول، ولله الحمد وفقنا ربي سبحانه وجبنا السمكة هذه. فيما يخص التركيبة هذه الخوة تحتاج مطاط من النوعية هذه يكون فيه 20 ملم، لكن مالغري تو يا سبحان الله، والله صراحة أنا عجبني علاش؟ لأنه في 16 ملم في الكونفيديراسيون FKD2 ومد نتيجة. الفرق الوحيد تشوفوا في السرعة تاع التسديد، لابورتي دو تير كاينة، مسافة التسديد كاينة، لكن السرعة في طون دو رياكسيون، يعني مدة وقت ردة الفعل تاع الأسماك شوية سابق، لذلك يطلب علينا في التركيب هذا أنه احنا نحطو مطاط يكون 20 ولا 21 ملم، ونقدروا نضيفوا معاه واحد 16 ملم، وإلا نحطو سهم 6.5 ملم. لا نزال الخوار كما راكم تشوفوا، هبطنا زدنا شوية الأعماق، بما أنه درجة الحرارة في المياه بدات تعدل، قلنا نزيدو شوية الأعماق ونشوفو طرش واش كاين. شت قبل هذه كيما حكينا قبيل على لي بريداتور، شت خاوتي كلكو دنتي، كنت أغاشون نتبع في واحد الجروب تاع صار خشين، وكان مغطيني روشي. ألور كي جيت طالع فان ضابني، كي خلصت يعني الغطس تاعي وجيت طالع، شتهم كانوا قراب لي يعني، لا غالب الروشي كان كبير بالبزاف، وهما جاوني جوست ورا الروشي. من بعد باقي نتبع فيهم، ومن بعد ان شاء الله نشوفوا فيديوهات مع بعضنا. هذه تاني حبه صار، كي هبط شت في الجحر ما كاين والو، ترصدت لها جات ليناها ولله الحمد. قلت لكم خاوة كان الحوت ناقص في لاكوط، كان تقدروا تقولوا كاين تركيزات في اللارج في لي دال ولي بلاتفورم تاع 15 16 حتى 20 21.
كانت كاينه شويه ترموكلين، كي تفوت ال 21 22 تفوت تبدا تقيسك شويه، ثم كاين تباين في اختلاف درجه حراره المياه. لذلك عاده ديما يعني نركزوا الصيد تاعنا في المياه المعتدله الحراره وين ما كاينش اختلاف، لانه عاده تكون تركيزات الاسماك تما. هذه اللي انا راكم تشوفوا كاينه فيها 20.9 و لو طون دابني تاني، ما باذن الله اني نوثقهم في الفيديو باش يكون برب ان شاء الله عند خاوتنا المعلومات. خاوة حبة داتي ما شاء الله، كاين واحد سايك ولا سي بي اس تاع واحد 3-4 كيلوغرام. ها هو ليكم 1.53 ما قربوش. حبة داتي هذا هو هي شارب تاعو حاجة مليحة. وشنو هو تاني؟ يحتاج باطة قوية، يحتاج سوفل كبير. نزيدو نحاولو ان شاء الله ريكبيريو باسكو مازالنا باش نوليو بعيد على ديستونس. وعينا والله المستعان، الحوت كان ناقص. سمحت الحوت كبوي هذا بعيد خلاص باش لقينا فيه شوية حياة. لذلك درك بربي ان شاء الله ريكبيريو بيا، نزيد نهبط لاكاش وديرو ان شاء الله يا ربي يجيبو فيها حبة. والله المستعان احنا عند بعضنا خوا. كما سمعتوا الخوة كانوا حبة تاع دانتي. الوقت اللي هبطت انايا كنت مقاشوني بالصار بانو هما. عاود طلعت للاسترجاع، استرجعت بيه زدت عاود وليت هبط. قاعد نتبع فيهم بالترصد عن بعد عن بعد، لانو دانتي حساس جدا خوة، ممنوع من عنبات انت تهبط فوق الاصل فيها، وان انو الرؤية تاعو صعيبة جدا يعني من السطح، لذلك لازم تهبط القاع. بما انه هي كانت محض الصدفة، المكان اللي هبط فيه ما كانش يعني في المحيط اللي كاد هو يدور فيه، كانت مع الجوانب تاعو الحواف تاعو. حاولت نشد الانتباه تاعو، حاولت نتخفى، حاولت نبين الخوف على اساس الطبع تاعو هو كما مفترس. قلت بالك نشد له الانتباه تاعو يجي. كانت الحركة تاعو بطيئة جدا، وانا على حسب يعني ما فهمته يعني من الكومبورتمون تاعو انه اكثر من 15 ترصد درتها خوا عياني قراب. حسب يعني الملاحظات اللي هزيت عليه انه شبعان، تما الغريزه تاعو الاندفاعيه هذيك تاع الاكل هذيك اللي تخليه يتحفز يعني لا كيوريوزيتي تاعو، كان تقدروا تقولوا منعدمه. كان يعوم في امان وبعيد، يخلي لك لا ليميت هذيك. كي قرب 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 لي بالك بواحد 10 مترات لهنا الخوا كيما راكم تشوفوا جاي شويه لونغ معيان تما باش تشوفوا، لانه متخفي وهما كانوا جروب. دوك من بعد كي نعود صاعد تشوفوها. حاولت من بعد نغير الطريقه، من بعد ما درت شحال من ترصد في المحيط تاعو، وقاعد نشد له في الانتباه، ولاحظت بلي كاين تغير طفيف في الكومبورتمون تاعو. في الاول كان ما يقربش خلاص، ومن بعد ولا يقرب حتى المسافه تاعو 10 متر 9 متر. مهم مش مسافة التسديد. هاي ليكم كيما هذه لهنا، كيما قلت لكم الخوة من بعد وليت نحاول يعني ندخل للمحيط تاعو، المجال تاعو اللي قاعد يسبح فيه، لكن ما ندخلش يعني بمسافات كبيرة مع الهواء فقط. بما انه المكان كان يعني يدور في واحد الصخور هكا، كنت هابط ليهم ديريكت، ما راح تهبط فوق وتقدو يفزع ويروح ومازيدش تشوفو. لذلك كان ديما في الحواف، وكانت شوية يعني كيما نقولو مكشوفة، لذلك كانت شوية صعيبة يعني باش نقرب له. ومع كيما قلت لكم على حساب يعني الشيء اللي لاحظته من بعد عديد الغطسات، كان كيما نقولوا الغريزة تاعو تاع الهجوم هذه كانت يعني تقدروا تقولوا شغل اون بان. هذه حبيت نشارك مع خوتي النقطة هذه خوا، والمعلومات هذه والفيديو هذه نقصروا بهم مع بعضنا. بالك لعل وعسى تاعو خوتي في نفس الحالة وتكون عندهم تجربة مخالفة وتمد نتيجة، والله المستعان على كل ذات حال. لأن هذه معاها محبة دورادة ما شاء الله. نترككم خاوتي للمتعة فقط هذا ما كان، وتسمعوا التعليق لي في الأخير. أتهلا في الوحدة خاوة، السلام عليكم. دورادة خشيد دانتي باداش شوفوا قصروا والحمد لله. والله يا الخاوة هكا كي نشوف الحوت غير متعة، لا بغا ما حكمناش نورمال. دانتي هكا كي حيلي حيل ما فيهاش والله، وتهبطوا ألف قطرة يعود موش عينه يقرب ما يقربش. دور هذا شتو هكذا الباش تاني الخشيد هذيك، الله المستعان. باداش هكا تولهي هبطت، كانت طالعة الفوق وبعد كي شافتي طالعة هبطت. الله رب دايرها في الدوبينيوت سي بور سلا تبدا تصوني. الحمد لله.